القلق لا يمنع ألم الغد، ولكنه يسرق متعة اليوم. فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. وتذكر الحديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. مدح الناس لك يدلك على جميل ستر الله عليك، فهم لا يعلمون منك إلا ما ظهر. كان أبو بكر الصديق إذا مدح قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. من رحمة الله بنا أن جعل الأوجاع التي تصيبنا كفارة لذنوبنا وخطايانا. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. تأملت في السنة فوجدت أن الأعمال الموجبة لدخول الجنة يسيرة جدا، لكن العبرة من الموفق. بلال وجبت له الجنة بركعتين يصليها كلما توضأ. من السنة إذا رأيت صاحبك مهموما أن تحدثه بما يزيل همه ويضحك سنه ويدخل السرور على قلبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا أقولن قولا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. المال ليست العبرة بكثرته ولا بقلته، العبرة بأمرين: أن يكون من طريق حلال وقناعتك به. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. قد يتسلل في قلوبنا الخوف من المستقبل، فلندفعه بقول الله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه أي كافيه. فائدة: انتظار الفرج عبادة نؤجر عليها. كيف ذلك؟ لأنها مبنية على حسن الظن بالله. في سنن أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن من حسن العبادة. ثبت في الحديث عند البخاري أنه مجرد غمسة في الجنة تنسي صاحبها متاعب ومصائب الدنيا. فإذا كانت هذه لذة الغمسة، فكيف بلذة الخلود فيها؟ أبشر الذي يسعى في حوائج الناس ويقضيها وييسرها لهم بمغفرة الذنوب. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: مر رجل بشوك في الطريق قال: لأميطنه حتى لا يضر مسلما، فغفر له. إذا كنت ممن يعلم الناس الخير في شؤون دينهم ودنياهم، أبشرك أهل السماء والأرض مشغولون بالاستغفار لك. عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: معلم الناس الخير يستغفر له أهل السماء والأرض. من الطبيعي جدا في هذه الدنيا أن تفوتك بعض الفرص ويحترق قلبك عليها. أطفئ هذا الحريق في قلبك بقول الله جل وعلا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. الكلام السيء الذي يقال فيك يؤذي قائله ولا يؤذيك. وقد قيل قديما: من عرف نفسه ما ضره ما قال الناس عنه. خذ هذه النصيحة: لا ترخي أذنك لمن يريد أن يوغر صدرك على من تحب، وتذكر أنه من دعاء أهل الإيمان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المتواضع بين حسنتين: الأولى حب الناس له، والثانية الرفعة التي ينالها عند الله. تقول أم عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، التواضع. ترى مما يدفع العبد إلى أن يحمد الله على المصيبة علمه أن البلاء يذهب ساعات الخطايا. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: وصب المؤمن كفارة لخطايا. الوصب التعب والألم. من الإيمان أن تحزن على فوات الطاعة. قال الله عن بعض الصحابة الذين عجزوا عن المشاركة في غزوة تبوك والإنفاق: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.